والآن إلى البيان الختامي لهذا المؤتمر يلقيه الدكتور هاني جابر عضو المكتب السياسي بحركة أو بائتلاف حراك، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان المشترك الصادر عن المشاركون في مؤتمر دعوة إلى استعادة الاصطفاف الثوري تحت شعار ثورة يناير، الشعب يريد إسقاط النظام، عسكر، داخلية، قضاء، إعلام. نعلن نحن المشاركون في المؤتمر والموقعون على هذا البيان أننا اليوم لسنا بصدد الإعلان عن اصطفاف ثوري أو عن كيان أو تحالف جديد، وإنما نقف اليوم مجتمعين باختلاف انتماءاتنا ومواقفنا الثورية لنطلق دعوة مخلصة لجموع ثوار مصر، وفي القلب منهم شباب مصر المنحاز للثورة منذ يومها الأول، دعوة لأن نبدأ جميعا في العمل على استعادة الاصطفاف الثوري الحقيقي مرة أخرى ليشمل كل الغاضبين من أبناء الشعب المصري العظيم الذين خرجوا في ثورة يناير من أجل العيش والحرية والعدالة والعدل والكرامة والمساواة، والذين يخرجون حتى اليوم في الشوارع والميادين ضد مؤامرات وجرائم العسكر وأركان الثورة المضادة والنظام مبارك، ويرفضون الانقلاب العسكري على مكتسبات ثورة يناير في 3 يوليو 2013. يا ثوار مصر، أدركنا جميعا اليوم أن الثورة المضادة قد تآمرت على ثورة الشعب المصري طوال الأربع سنوات الماضية، فاستهدفت تأجيج الصراعات فيما بيننا لتفرقنا وتضعفنا وتسرق ثورتنا، كما استهدفت دمائنا وأرواحنا باختلاف انتماءاتنا الدينية والسياسية دون تمييز، ابتداء من خالد سعيد وسيد بلال وغيرهم من شهداء سجون مبارك، ومرورا بكل شهداء الثورة في جمعة الغضب وموقعة الجمل ومزبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والساد بورسعيد والعباسية والاتحادية والحرس والمنصة ورابعة والنهضة وسيارة الترحيلات ورمسيس وستة أكتوبر وذكرى يناير وميدان لبنان والألف مسكن والمطرية وثمانية وعشرين نوفمبر وكل مجازر العسكر والثورة المضادة في كل شوارع وميادين ومحافظات وسجون مصر، وانتهاء بشهداء ميدان عبد المنعم رياض الأربعة في يوم براءة السفاح مبارك ورجاله القتلة، فضلا عن المعتقلين الذين تجاوزوا 40,000 معتقل سرقت أعمارهم وحرياتهم وحرموا أهلهم وزويهم بانتقام وتواطئ متناغم بين الداخلية والنيابة والقضاء ضد الشعب المصري وثورته. تلك الثورة المضادة وأذرعها العسكر والداخلية والقضاء والإعلام ورؤوس الفساد في المؤسسات الدينية والحكومية وكل أركان نظام مبارك وحكم العسكر الذي لم ننجح في إسقاطه منذ الانطلاقة الأولى لثورة الشعب المصري في يناير 2011 وإلى الآن. تلك الثورة المضادة التي كانت تتسطر وراء ستار عرفناه وقتها باسم الطرف الثالث، ولكنها باتت الآن مكشوفة بينة العداء للمصريين جميعا بدون تمييز، كما كانت عليه منذ عقود من الحكم العسكري لمصر. حولوا فيها الوطن في العقد الماضي إلى عزبة وعبيد وسجان وسجن كبير لا حرمة فيه لدم أو عرض لرجل أو امرأة كبير أو صغير، يتواطؤون فيما بينهم
ليسرقوا أقوات الفقراء ويغيبوا العدل وينهبوا ثروات الوطن ويتاجروا بأحلام البسطاء ويضيعوا القيم والأخلاق ويحرضوا على الكراهية والقتل ويقسموا المصريين ويجعلوا دماءهم رخيصة وحريتهم مقموعة وكرامتهم مهانة وبيوتهم وأعراضهم مستباحة. لذلك فنحن نقف اليوم مجتمعين على اختلاف انتماءاتنا ومواقفنا لنوجه الدعوة لجميع ثوار مصر. أولا أن نكثف الجهود من أجل استعادة الاصطفاف الثوري الحقيقي في سبيل استعادة مكتسبات ثورة يناير واستكمال مسارها وحتى إسقاط النظام والحكم العسكري وتطهير كافة مؤسسات الدولة وتحقيق كافة أهداف الثورة ومن ثم استعادة المسار الديمقراطي مرة أخرى وإعادة بناء مصر الحديثة متمسكين بالقصاص لكل شهدائنا وألا نفرط في دماء وتضحيات شهداء ثورتنا منذ 25 يناير ومرورا بكل مجازر النظام حتى يومنا هذا، رافضين بذلك أي صورة من صور التصالح مع الثورة المضادة وأذرعها أركان نظام مبارك والحكم العسكري في مصر، وأن يجمعنا شعار الثورة وهدفها الجامع الشعب يريد إسقاط النظام عسكر داخلية قضاء إعلام. ثانيا أن نتجاوز في سبيل ذلك خلافاتنا فيما هو دون الهدف الجامع والمشترك، ورغم اختلاف رؤى الموقعين على هذا البيان وعدم اتفاقهم على عدد من المسائل والأولويات ورغم تمسك كل طرف منا بمواقفه، إلا أننا ندعو إلى استيعاب هذه الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل لوجهات النظر المختلفة وتقدير تضحيات ونضال كل طرف من الأطراف دون أي إقصاء ودون أن يفرض أي طرف على الآخر مطالب أو تنازلات أو مسارات أو أولويات معينة، مع التأكيد على حق الجميع في التعبير عن هويته وأفكاره ومطالبه والاعتزاز بها دون تعدي على حقوق الآخرين ودون إقصاء أو تمييز، وألا نجعل هذه الخلافات عائقا في سبيل مساعي لاستعادة الصفاف الثوري على الهدف الأول والمشترك وهو إسقاط النظام والقصاص لكل شهداء الثورة. ثالثا وأخيرا أن يساهم الجميع في مشروع استعادة الصفاف الثوري من خلال جلسات حوار ونقاش وورش عمل لا مركزية في كل محافظات مصر وبين عموم الثوار على اختلاف انتماءاتهم تستهدف زيادة مساحات الاتفاق والتعاون والتكامل وتقليل فجوات الخلاف وتقريب وجهات النظر بين كل ثوار مصر في كل ميادين ومحافظات الوطن، وأن نستهدف من خلالها تطوير آليات الثورة وزيادة الوعي في الشارع المصري وتحقيق الاصطفاف الشعبي حول الثورة وأهدافها من أجل حصار وإسقاط الثورة المضادة وأركان نظام مبارك والحكم العسكري. لكل ثوار مصر هذه دعوة نطلقها من داخل مصر ومن قلب الثورة في شوارع وميادين مصر، نرجو بها الخير والإخلاص لثورة مصر ولشعب مصر بعد سنوات من القمع والظلم والتمييز والفقر والجوع والمرض والمهانة. آن الأوان أن نسعى لاستعادة الاصطفاف الثوري تمهيدا لانطلاقة ثورية جديدة لثورة يناير تبدأ بمساعي الاصطفاف الثوري الشعبي وتستمر حتى إسقاط النظام وحتى استعادة كافة مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، داعمين كل حراك ثوري ميداني أو سياسي في الميادين والجامعات والمصانع والمصالح والأحزاب والمؤسسات الحرة الشريفة، يسعى من أجل استعادة مسار الثورة ومكتسباتها وتحقيق أهدافها. القاهرة 4 يناير لعام 2015. وشكرا. أولا أسماء الكيانات التي تم التواصل معها ووافقت على المشاركة في المؤتمر: الائتلاف الثوري للحركات المهنية
حراك، بيان القاهرة، التحالف الثوري لنساء مصر، ناصريون وقوميون ضد المؤامرة، مجلس أمناء الثورة، شباب ضد الانقلاب، ائتلاف شباب محامين الثورة، صحفيون من أجل الإصلاح، جامعة مستقلة، حركة 18، رابطة مصابي ثورة 25 يناير، حركة طلاب حرية، التيار المدني الثوري، جبهة حماة الثورة، مهندسون ضد الانقلاب، صيادلة ضد الانقلاب، حركة دعم استقلال القضاء، أزهريون ضد الانقلاب، نساء ضد الانقلاب، تنسيقية الصحفيين والإعلاميين، أولتراس أحرار، ائتلاف شباب الثورة بالقليوبية، حملة التوحد. أسماء الرموز الثورية والشبابية: دكتور إيهاب صلاح، الأستاذ علي حافظ، الأستاذ مجدي علاء، المهندس تامر وردة، الأستاذ محمد الجبة، الأستاذ محمد العمراني، الأستاذة إنجي علي، الأستاذ محمد غالي، الأستاذ وحيد فراج، الأستاذ عبد اللطيف بجعر. وشكراً.